شمال سيناء إلى هذه الحادثة الشنيعة التي جرت، وربما بتكون هذه الحادثة تضم إلى سابقتها من حوادث ممنهجة لمحاولة يعني قطع أو تقطيع شرايين وروافد الاقتصاد القومي المصري. أذكركم بحادث الطائرة الروسية الهادفة إلى الإيقاع بين مصر وروسيا لإيقاف عجلة السياحة بين مصر وبين روسيا، ونجحت هذه الحادثة في تعطيل مسيرة السياحة المصرية. منذ أيام قليلة وقعت حادثة مقتل الطالب الإيطالي، طالب الدكتوراه ريجيني، هو عنده 28 سنة، طالب دكتوراه من جامعة، بيدرس من جامعة كامبريدج البريطانية، وبيقوم بإجراء بحث حول الحركات العمالية في مصر، وبينشر مقالات متقطعة عن مصر تتعلق بمشاكل العمال في صحيفة المانيفست الإيطالية وبأسماء مستعارة، واختفى في 25 يناير، ووجد قتيلا في نفس يوم زيارة الوفد الإيطالي إلى مصر، وبعد لقاء هذا الوفد اللي كان بيضم 46 من كبريات المسؤولين عن كبريات الشركات الإيطالية بصحبة وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية، وكأنه مخطط اختطاف هذا الرجل ثم قتله في هذا التوقيت. إذا نحن في تقديري وتحليلي أننا أمام خطة ممنهجة لإحراج الدولة المصرية، خطة ممنهجة لتخريب العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية، وكما نعلم جميعا أن إيطاليا هي الشريك الأكبر لمصر في دول الاتحاد الأوروبي. يعني لمزيد من الضوء حول هذا الموضوع وتداعياته من الناحية الأمنية، معايا سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية. أهلا بك يا سيادة اللواء. أهلا وسهلا يا أستاذ مشعل. يعني منذ قليل كنا نتحدث مع سفير مصر في إيطاليا، والرجل بدت من كلماته الحزن الشديد، وأن الموقف هناك يعني بعد وصول الجثمان وتشييع الجنازة، يعني الرجل في موقف محرج جدا في إيطاليا، لكن الكلمات التي تنتشر والمعلومات ربما الكاذبة أو المغلوطة أو نقص البيانات الموجودة أدى إلى حالة من حالات زعزعة الموضوع. هل هو حادث إجرامي عادي؟ هل هو حادث سياسي؟ هل هناك يعني كلام كثير بيقول أنه أريد الآن القول الفصل الرسمي من المتحدث الرسمي حول هذا الموضوع؟ القول الفصل الرسمي ده يعني هيتحدد بعد الانتهاء فريق البحث من فحص ظروف ملابسات الموضوع، إجراء التحريات، جمع المعلومات، الاطلاع ايضا بردك على تقرير الطب الشرعي اللي هو هيحدد سبب الوفاة وظروفها. الكلام ده كله هيطلع ببيان عقب انتهاء فريق البحث من العمل في هذه القضية. انما اي معلومات دلوقتي حد يعني بيدلي بيها دي مجرد تكهنات او ترديدات ليس لها اساس من الصحة. في هناك فريق بحث على مستوى عالي بيعمل في هذه القضية، حاطط خطة بحث مكثفة بتشمل عناصر كثيرة بيشتغلوا فيها، ربنا يوفقهم إن شاء الله بإذن الله ويوصلوا إلى معلومات تتصل بهذا الحادث. هنا هنقدر نتكلم ونقدر نقول المعلومات الصحيحة والمعلومات الحقيقية والمعلومات المدققة. في فريق يعني أمني إيطالي وصل امبارح وبيلتقى بالقيادات الأمنية علشان يعني يطلع على جهود البحث في هذا الموضوع. لكن سيادة اللواء إلى الآن لا يوجد أي خيط بيقود الأجهزة الأمنية لفك هذا اللغز، يعني إلى الآن لا توجد معلومات دقيقة من الداخلية بشأن هذا الموضوع؟ يعني هو حتى الآن يعني مفيش معلومات نقدر ندلي بيها، ولكن اللي أنا بأكده لسيادتك إن فريق البحث بيشتغل في خيوط أو ماشي وراء خيوط متعددة، وفي فريق بحث على مستوى عالي بيعمل في هذه القضية. سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، شكرا لحضرتك. يعني ده الكلام الرسمي من المسؤول الرسمي. تعالوا نشوف الصحف الأجنبية قالت إيه. الاندبندنت البريطانية قالت: هل كانت حالة الطالب الإيطالي أحدث جريمة قتل برعاية الدولة؟ ده جريدة إنجليزية شهيرة بتقول، بتتساءل في صفحاتها، بتقول: هل هي أحدث جريمة برعاية الدولة المصرية. يعني أنا محتاج دايما لازم يكون في رد من الدولة ومواجهة واقتحام لهذه الصحف. التايمز بتقول سجون مصر اليوم أسوأ مما كانت عليه في عهد مبارك، والواشنطن بوست بتقول هل تكشف مصر لغز مقتل الطالب الإيطالي، وده خلى واحد زي نادر فرجاني بيقول مصر أصبحت غير آمنة للأجنبي، والله عيب على حضرتك. محمد محسوب الإخواني الهارب، القتل تحت التعذيب جريمة ضد الإنسانية. CNN بتقول شباب مصر أعداء الوطن أم ثروته، ده مصطفى النجار بيقول في CNN. أنا عايز بس أقول للمشاهد الكريم، أدي حادثة، أدي الكلام الرسمي، وأدي الصحافة الأجنبية. إحنا نايمين عمالين نقرأ في الأخبار والأهرام والجمهورية والوفد والمصري والوطن، وسايبين الصحافة البريطانية والأمريكية بتؤجر مساحات للهجوم على الدولة المصرية واستغلال كل حادثة مهما كانت صغيرة أو كبيرة. كل ما يجري في مصر بيجري في كل دول العالم، لكن كيف نتعامل مع هذا هو السؤال. وكالة رويترز للأنباء وكأنها بتتخذ موقف مناهض للدولة المصرية، وكأن وكالة رويترز وكالة مأجورة، وكالة مستأجرة. يعني بتقول في 25 يناير النظام بيخشى ما زرعته يداه، ده وكالة أنباء بالمناسبة. في حادثة الطائرة الروسية اعتقال فني بمصر للطيران زرع عبوة ناسفة على الطائرة الروسية. في حادثة الطالب ريجيني بتقول العثور على آثار تعذيب بجثة الطالب الإيطالي. يعني وكالة رويترز والتايمز والاندبندنت والجارديان والCNN والBBC، أنا في تقديري أن هناك واجب على الدولة المصرية أن تقوم به من خلال الأجهزة المعنية، سواء السفارات في الخارج. وأنا أسأل السفير المصري في إنجلترا وأسأل السفير البريطاني في القاهرة، يعني ألا من ضبط لهذه التصريحات المغلوطة؟ ألا من ضبط لهذه التصريحات المسيسة؟ يعني أنا بسأل أيضا، وندائي لي العزيز صديقي العزيز السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه إحنا يكون في اجتماع مع ممثلي وكالات الأنباء والمراسلين الأجانب لمحاولة ضبط هذه التصريحات المغلوطة. ليه المزيد من الضوء حول هذا الموضوع معايا سيادة السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. أهلا بسعادتك سيادة السفير. أهلا بيك أستاذ نشأت، أهلا وسهلا. يعني حضرتك تفضلت وتابعت معانا الهجمة الشرسة على مصر مستغلين حادث مقتل الطالب الإيطالي، سواء في إيطاليا أو في إنجلترا أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو وكالات الأنباء خاصة رويترز وما شابه. يعني دور الهيئة العامة للاستعلامات في التنسيق مع المراسلين الأجانب في هذا الإطار. زي ما حضرتك انا دخلت على حضرتك وسمعتك وحضرتك بتقول على رويترز وعلى بعض وكالات الانباء. ده مش جديد، في توجه كتير من وكالات الانباء في احيان معينه تجاه مصر، وبيحصل ده يعني بشكل من وقت الى اخر. يعني طبعا هيكون لنا وقفه ومراجعه، ولكن الامر الان قيد البحث الجنائي، التحقيقات وما شابه. فاحنا لغايه دلوقتي ما نتكلمش لان ما طلعتش بيانات رسميه من اجهزه الداخليه لما اسفرت عنه التحقيقات، ما زالت قيد التحقيقات. لكن طبعا محاولات التشويه ومحاولات استباق الاحداث والخروج ببعض البيانات اللي ملهاش اي مصدر او ما يوثقها، ما بنسكتش عليه ومش هنسكت عليه في هذه الحالات. حاجات التوقيت، لعلنا شاهدنا ان توقيت العثور على جثمان الضحيه اثناء وجود وفد تجاري عالي المستوى موجود في القاهره، واثناء في قلب الزياره. حاجات كلها تثير علامات الاستفهام وتثير الشك تجاه التوقيتات وتجاه ما يصدر من تصريحات. مش عايزين سعادة السفير، ده زي ما قال اللي هو ابو بكر عبد الكريم ان ده هنتابعه من خلال نتائج التحقيقات. لكن انا لا اريد ان اقف عند هذه الحادثه، لكن انا اتناقش معك بقلب مفتوح. كيف نحاول ان نضبط ايقاع هذه المحطات؟ كل الصحف، الواشنطن بوست، الجارديان، الرويترز، عندهم مندوبين موجودين في مصر، مراسلين موجودين في مصر، وربما للاسف يكون منهم مصريين زي الاناضول وخلافه. تقديرك كيف يتم ضبط الايقاع؟ الاناضول مش معتمده في مصر، ما لهاش مكتب دلوقتي ومش معتمده في مصر. طيب باقي الوسائل، يعني انا بسال كيف يتم ضبطها؟ يعني دورنا احنا في وسائل الاعلام، دور الهيئه، دور الدوله، دور السفارات، يعني اكيد في عمل لكي يتم ضبط ايقاع عمل هؤلاء. والخطوه التاليه وده خطوه وزاره الخارجيه فيما اعتقد انه من خلال السفراء والملحقين الاعلاميين في الخارج ضروره نشر مقالات لكبار السياسيين المصريين والمعنيين والمثقفين في هذه الصحف حتى ولو كانت مدفوعه الاجر. يعني حضرتك لحد بعيد وصفت وشخصت وانا اتفق معاك لحد بعيد، لكن يعني حكايه المقالات مدفوعه الاجر دي ما ثبتتش يعني مردودها، يعني هو بيستنهكك وبيستنفذك وبيستمر على ما هو عليه، بل بالعكس ممكن انت لما على ما بتبعت المقاله بيكون الموضوع يعني زال من على ذاكره او ذهن المتابع، فتيجي انت بتعيد تفعيله تاني بشكل تاني. لكن احنا مش هنتهاون بمنتهى الامانه، يعني يا استاذ نشاط مش هنتهاون مع حد يحط معلومه مغلوطه او خاطئه تنال من مصر باي وسيله من الوسائل. سعاده السفير يعني صلاح عبد الصادق رئيس الهيئه العامه للاستعلامات، ايوه انا بشكر حضرتك.